بعدين طب هدفع العلاوات منين اذا كان ما فيش شغل؟ اذا نجمد العلاوات زي ما كانوا بيعملوا زمان. طب هل بس نقتصر على تجميد العلاوات؟ لا، نوفر، نوفر في اللي بيشتغلوا، ان هجيب لهم ميتهم منين؟ اذا لا يمكن ان احنا نتوقف، لان اذا توقفنا نبقى رجعنا للمجتمع القديم وانتهى كل شيء. لازم نستمر في طريق الحرية، لا نستطيع ان نفشل، ده ايضا اختيار صعب. الخطة الاولى خدت 1513 مليون جنيه، الخطة الثانية اللي مبتدية السنة دي عايزة ما يقرب من 3000 مليون جنيه علشان نضاعف الدخل في 10 سنوات، عشان سنة 70 نكون ضعفنا الدخل عن سنة 59-60. الدخل كان سنة 59-60 1285 مليون جنيه، عايزينه سنة 70 الضعف عشان نشغل الناس ونوكل الناس ونرفع مستوى المعيشة إلى آخر الكلام اللي احنا بنقوله. يا اما كده يا اما مفيش حاجة. طيب احنا عندنا موارد ايه؟ مواردنا ايه في بلدنا؟ بترول بناخد منه ايه؟ اولا 6 مليون فدان واقل من 6 مليون فدان، واحنا صلحنا 500,000 جديد. قناة السويس والبترول بيدينا حاجة بسيطة، وشوية المناجم والصحراء بتاعتنا لسه ما اكتشفناش فيها، يمكن بعد سنين نلاقي بترول ونلاقي، لكن دي مواردنا. طب هنعيش ازاي؟ بنعيش بعملنا، بنوفر ونبني ونعيش، ونوفر ونبني ونشغل اولادنا ونشغل اخواتنا. ولكن يجي واحد يقول لك احيني النهارده موتني بكره، واحد بعت لي جواب بعد الاجراءات الاخيره وبيقول لي احيني النهارده موتني بكره. طب انا بشتغل لك انت وحدك بس؟ طب وانت اشتغلت؟ طب مستعد ارفدك، برفدك، ماليش دعوة بيك، احيا انت بقى لوحدك، انا ماليش دعوة بيك، ما بشغلكش. ما نقدرش ابدا نفكر. بيجي واحد التفكير ضعيف جدا. احنا بنفكر في المجتمع، مجتمع 100%. لو كل واحد بيقول لك نفسي، اللي النهارده اشتغل ما يهموش بقى اللي هيطلعوا من الجامعه السنه دي يشتغل ولا لا، متخرج من الجامعه السنه دي 25,000، مين هيشغله؟ الحكومه والقطاع العام والحاجات اللي بنوقف ما بيشتغلوش، لا ده ولا ده. المشاريع الجديده هي اللي هتشغله. واحد بيبعت لي جواب ويقول لي ان الجيل ده ضحى. ليه الجيل ده يضحي بكل حاجه؟ ما كتبش اسمه. انا بقول له انا مش شايف ان احنا يعني ضحينا قوي، انا بقول ان الجيل اللي فات هو اللي ضحى. الجيل اللي كان قاعد تحت حكم 0.5% هو اللي ضحى وجاع وقاسى ومات من الجوع. فين يعني ضحينا؟ فعلا ضحينا في معارك سياسيه من اجل حريتنا، لكن ما قلناش ابدا اربطوا الحزمة وبنعمل كذا وبنعمل. بالعكس، ده احنا ابتدينا بانتاج البضائع الاستهلاكية، ما ابتديناش بالصناعة الثقيلة، ابتدينا بالبضائع الاستهلاكية عشان ندي السوق البضائع الاستهلاكية، عشان ندي سلع استهلاكية في السوق. فين هي التضحية دي؟ التضحية هي اما الاجور زادت من 350 مليون الى 880 مليون، العمالة زادت من 4.5 مليون إلى 7.5 مليون. إذن يعني تفكير أنصاف المثقفين بيبقى تفكير أهوج في هذا، استنطاع كامل. مش ممكن.
احنا لسه اذا كنا عايزين نشتغل لسه علينا نعمل وعلينا نعمل ونعمل ونعمل، ما عندناش بترول، لسه ما عندناش موارد. هندور على البترول وندور على المناجم وهنصلح 3 مليون فدان ونزرع ارض ونعمل سد ونطلع 10 مليون كيلو وات ساعة كهرباء ونعمل محطات كهرباء ونبني بلدنا. هو ده سبيلنا الوحيد، والفلوس اللي بنوفرها بنبني بيها مصانع وبنصلح بيها ارض. بيجي واحد بيبعت لي جواب وبيقول لي ايه؟ قوت الشعب يا ريس، ليه بتصدروا؟ منعوا التصدير، احنا اولى ما نصدرش. ده كلام. طب اذا كنت ما صدرش مستني العالم يبقشش عليا؟ اي حاجه بجيبها من بره بدفع فيها فلوس. طب انا بجيب الفلوس دي منين؟ ما من تصدير القطن والرز وشويه برتقان وشويه خضار شويه طماطم شويه وقناة السويس شويه بترول وشويه منسوجات. ولكن بقى ايه؟ طب بنجيب لكم، بنستورد لحمه، استورد لحمه من الارجنتين ومن اورجواي ومن الصين ومن استراليا ومن الصومال ومن السودان. هنستوردها مجانا ولا هندفع فيها فلوس؟ هجيب لحمه بدفع فلوس، اذا عشان ادفع فلوس لازم اصدر. بعدين نجيب مصانع، مفيش حد بيبقشش مصانع لسه. بجيب مصنع بشتريه بدفع فلوسه برضه. بقول لكم انا وزكريا محي الدين ما عندناش فلوس، كلنا ما عندناش حاجه يعني الحمد لله. طب هنجيب الفلوس دي منين؟ لما بنقول عايزين الخطه الجايه نحط ما يقرب من 3000 مليون جنيه، هجيبها منين؟ هاخد قروض من بره. خدت في الخطه اللي فاتت 400 مليون جنيه قروض، باخد في الخطه الجايه 400 مليون جنيه قروض. بس بيفضل 2200 2300 ده لازم ادفعهم. هدفعهم منين؟ من الادخار. انا عندي 2300 لا في الحكومه ولا في البيت ولا هنا ولا هنا، مفيش. من الدخل. انت وانت القرش على القرش، وده وده وده، ببني لكم مصانع وابني لكم بلد واقول لكم ادي مصانع لاولادكم وادي ارض زراعيه تشتغلوا فيها وتاكلوا منها وبتاع. بهذا نقدر نبني بلد. اللي بعت لي يقول لي ما تصدرش. طب ما انا ما صدرش يعني ما استوردش. احنا مصانعنا بنستورد لها مواد خام وسلع وسيطة ب 141 مليون جنيه عشان مصانعنا تدور. لو ما دفعناش ال 141 مليون جنيه نص مصانعنا تقف او اكثر. طيب اذا لازم اصدر قطن، لازم اصدر رز. ده السنة دي كنا عايزين نصدر رز 450 او 500 الف طن، مش باين. يا دوبك هنقدر تصدر 250 الف طن والباقي هتاكل. طيب ما بنصدرش ما نجيبش. القروض اللي بناخدها لازم ندفعها، القروض لازم ندفعها، المصنع لازم ندفع ثمن. اذا لازم اذا كنا عايزين نبني بلدنا نزيد صادراتنا ونقلل استهلاكنا. ده اختيار صعب، ولكن طالما قررنا ان احنا نكون مجتمع 100% مجتمع الشعب العامل كله، لازم نسير في هذا الطريق. ما قدمناش طريق غيره، لا نستطيع ان نتوقف ولا نستطيع ان نفشل. وأنا كنت أتوقع ذلك وقلت ذلك صراحة، وجدت من الضروري أن أضع صورة النضال المقبل أمام الناس. في أول مرة بعد ما قبلت الترشيح من مجلس الأمة ذهبت إلى الناس يوم 8 مارس في أسيوط وقلت بالحرف: أيها الإخوة، لست أرضى لنفسي ولا لكم أن أقف لأقول لكم اعطوني أصواتكم وسوف أصنع كذا وكذا وكذا، ثم أسرد على مسمع منكم الأحلام والمنى. لقد حرصت على أن أقف أمامكم لأقول لكم بكل أمانة وإخلاص إنني لا أملك ولا أقدر أن أحقق لكم عالم الأحلام والمنى. إنني أجيء إليكم وليس معي وعود براقة،
وإنما أجيء لكم ومعي خطط عمل مضنية، وليس في جيبي هدايا مغرية أعرضها عليكم، وإنما ما أعرضه عليكم هو مسؤولية ضخمة وشاقة أريد أن أضعها على أكتافكم. لم أجيء لأعطيكم، وإنما جئت لأطلب منكم. ده قلته يوم 8 مارس. أيها الإخوة، في كل شيء المرحلة الجديدة تتطلب عمل، وعمل جاد وعمل صعب. إذا كنا فعلا عايزين نخلق مصر اللي فيها المواطن العزيز، المواطن الشريف، لازم نعمل، خصوصا ان زيادة السكان عندنا في يعني سنة 80 نتضاعف، او سنة 70 هنبقى 35 مليون، هنوكل الناس دي منين؟ ما قدامنا، احنا دلوقتي قدامنا المية اللي حجلنا من النيل من السد العالي، كل المية تدينا 2 مليون فدان او 2.5 مليون فدان، بعد كده مفيش. بنستورد قمح، بنستورد رز، بنستورد ذره، قصدي القمح سنة 52 كنا بنستهلك 1,600,000 طن، السنة دي 3,600,000 طن. بنستورد أكتر من 1,500,000 طن. السنة دي بنستورد قمح وذرة حبوب ب120 مليون جنيه. الراجل اللي بعت لي جوابه يقول لي ما تصدرش، طب هجيب ال 120 مليون جنيه منين؟ إذا كنت بجيب لك القمح وبجيب لك الذرة وبجيب لك اللحمة من الخارج وحتى جبنا الفراخ من بره مجمدة. لازم أدفع ال 120 مليون جنيه، وإلا تصبح ما تلاقوش عيش في البلد. إذن ما قلناش غير التصنيع، وان احنا نعمل عشان نقدر نستوعب الزيادة في السكان، وربنا يهدينا ونقلل الزيادة في السكان شوية. يعني دي مع دي تمشي، اما العمل بس هيتعبنا. الذرة من 1,000,000 طن ل2,262,000 طن، الزيت من 78,000 طن ل150,000 طن، السمن الصناعي من 12,000 طن ل43,000 طن، الشاي من 16,000 طن من 16,000 طن ل31,000 طن، السكر من 270,000 من 287,000 طن ل459,000 طن، أقمشة قطنية من 300 مليون متر إلى 493 مليون متر، الصوف من 2 مليون و315 ألف متر إلى 8 مليون و765 ألف متر. آدي الزيادة في الاستهلاك. لو كنا ما اديناش أجور، ولو كنا ما شغلناش حد، ما كانش حصل اللي حصل، كنا استريحنا وقعدنا في المجتمع الطري، مجتمع تحالف رأس المال مع الإقطاع، وريحنا نفسنا من البلاوي اللي حطينا دماغنا فيه. بس هل دي مبادئنا؟ أبدا أبدا. مبادئنا إن احنا نبني هذه البلد وتبقى فيها حرية، ونقضي على حكم الطبقة حكم الاستغلال، ونقيم حكم الشعب العامل الشعب كله، ونخلق فعلا مصر بلد كريمة عزيزة بكل واحد فيها وبكل ابن من أبناء. طيب ايه مع زيادة الاستهلاك ده نعمل ايه بقى؟ احنا مهددين مع زيادة الاستهلاك ان النجاح اللي بنعمله بيتاكل كله. دي المشكلة. والله لو فشلنا وما عملناش خطة الخمس سنوات كان أسهل، ما كناش شغلنا حد، بس كان يبقى عندي مشكلة عاطلين، وبدل ما يجيلي جوابات يقول لي بلاش تصدر أحين اليوم وموتني بكرة، كان يقول لي والله أنا عايز شغلة بأي حاجة زي ما كنت أول الثورة. ما أنا المشاكل اللي عندي النهاردة غير مشاكل أول الثورة. أول الثورة
كل الجوابات واطلع اي رحله ارجع صناديق عايز شغل عايز شغل، لدرجه ان احنا قررنا مره نعمل طرق عشان يشغل الناس. لا النهارده عايز بيت، عايز تلفزيون، وعايز مش فاهم ايه وعايز ايه وعايز ايه. يقول لك الله هو التلفزيون ده كماليات؟ ابدا، ما التلفزيون مش كماليات. احنا هنضحي ازاي؟ نضحي الجيل ده، نضحي من اجل المستقبل؟ لا طبعا، مشاكلي النهارده غير مشاكلي من 13 سنه. لو فشلنا كانت المشكله اسهل. كنت النهارده بورسعيد خدت، يعني انا النهارده بورسعيد من ضمن الورق اللي جالي طلبين شغل. كنت الاول باجي برضه هنا بورسعيد بطلع بمقاطف طلبات شغل. النهارده باجي النهارده وانا ماشي بقول لعبد الحكيم مستوى بورسعيد واللبس اللي لابساه الناس احسن من السنه اللي فاتت. شايف؟ باين في الطريق من الناس ولبس الناس ووش الناس وصحه الناس. مجتمع 0.5% ما يعملش الكلام ده. احنا مجتمع 100%. لو كنا فشلنا ما كانتش يبقى في مصانع عايزه استثمارات ولا مصانع عايزه مواد خام ولا سلع وسيطة، ما كانش يبقى فيه عمالة زايدة تستهلك أكتر، والشعب المصري أنا على ثقة لا يريد ذلك. قلت ما عنديش هدايا أوزعها عليكم، وإنما عندي مسؤولية أضعها على أكتافكم. قلت لم أجيء لأعطي وإنما جئت لآخذ. قلت الكلام ده في مارس اللي فات. كان في ذهني بالطبع إلى أننا قد نلجأ إلى الحد من الاستهلاك حتى نقيم فعلا مجتمع 100%. وفي الخريف الماضي فعلا كان واضح أن هناك عدم تناسب بين الطلب على السلع وبين ما هو معروض منها رغم الزيادة الضخمة فيه. كان واضح أن احنا لا يمكن أن نترك الاستهلاك يلتهم كل شيء ولا يبقى للاستثمارات الجديدة شيء، معناها أن احنا نتوقف، معناها ان احنا نعيش النهارده وننسى بكره. جالي جوابات على زياده الاسعار. ده الجواب اللي قلت لكم عليه بتاع ليه زياده الاسعار؟ انا مالي ومال بكره ومال الاستثمارات؟ ما انا بشتغل وحين النهارده وموتني بكره. هل ده فعلا منطق الشعب المصري؟ لو كان ده منطق الشعب المصري، طب كنت حاربته ليه واستشهدته في بورسعيد؟ كان انهار الشعب المصري في بورسعيد لو كان ده منطقه، ما كانش وقف. دي ابدا مش طبيعه الشعب المصري. لو كان الشعب المصري طبيعته كده ما كان من اول الطريق ما رضيش يمشي في الطريق اللي مشينا فيه. كان قال احنا كويسين في مجتمع تحالف الاقطاع وراس المال حكم الطبقه، نسيب مجتمع 0.5% يعمل واحنا نعمل عبيد ونخدم. واللي خلق الافواه والناس يتكفل برزقها. ربنا قلت لكم ما قالش كده، ربنا قال اعملوا. وعمل قيمه كل انسان بعمله وبقدرته. ربنا زي ما قلت لكم كان سهل عليه يدينا من غير عمل. هو قادر، قدرته لا تحد، ولكن ترك الإنسان مع ما أودعه فيه من طاقات وقدرات وطلب منه ألا يستكين وأن يأخذ أقداره في يده ويصنع بنفسه مصيره. جيلي جوابات وقولوا لي أنت قلت بنرجع بالأسعار لسنة 61. زلوني بحكاية 61. والله من يوم انا في مجلس الامه وانا بتكلم السنه اللي فاتت واتكلمت وقلت ان في ناس بتبعت على غلاء الاسعار، وقلت لرئيس الوزراء انه يعمل على العودة بالأسعار إلى سنة 61. وبعدين جينا بعد كده درسنا الموضوع
وجدنا مستحيل، أما شفنا الأرقام وجدنا إن العملية مستحيلة. ما هي العملية؟ عرض وطلب. ما في فلوس وفي كذا مليون أجور وفي كذا مليون عامل وفي السلع اللي احنا بننتجها ايه واللي بنستوردها ايه، ما فيش اكثر من كده. عملية عرض وطلب. اذا لا يمكن الرجوع. ورحت مجلس الامة بعد كده في السنة اللي فاتت وقلت، شرحت وقلت انه بعد ان تكملت الصورة اتضح ان الرجوع الى اسعار 61 مستحيل. دي ما حد سمعها ابدا. الاولانية سمعوها. مش متسجل عليا غير دي. بقول لهم النهاردة مستحيل. اعمل ايه؟ ما هو ما عنديش. لو عندي انا فلوس استورد واجيب لكم سلع كنت اجيب. ما حدش عنده فلوس. احنا كده وقدرتنا كده وطبيعتنا كده وحالتنا كده. ووقفت في مارس اللي فات وقلت انا ما يعني لم اجي لاعطي وانما جئت لاطلب، لان انا عارف وانا بقول ان انا الخطه الجايه عايزه 3000 مليون جنيه. معدل الادخار في الخطة الأولى كان 15%. إذن في الخطة الثانية عايزين معدل الادخار عشان نعمل 3000 مليون جنيه 25%. بتقولوا يا ده كتير. بقول لكم في بلاد عاملة 35% وأكتر وبتبني. طب أنا هبني منين؟ كل واحد فيكم يوفر جزء وأنا باخد هذه الفلوس وبديها للحكومة والحكومة بتبني مصانع بتشغل ولادكم وبتديكم عائد. لكن لو ناكل كل الفلوس اللي في ايدنا نصرفها، طب هبني منين؟ برضه مفيش مورد نجيب منه فلوس. وبرضه احنا مش مجتمع النص في المية والاقتصاد الحر والكلام ده، لا احنا مجتمع التخطيط والتنمية ومجتمع المية في المية، ولازم نوجد عمل لكل واحد ولازم نوجد بيت لكل واحد ولازم نعمل كذا ونصلح ارض ونبني مصانع الى اخر هذا الكلام. الموضوع ارتفاع الأسعار. الفترة الأخيرة حصلت إجراءات في ارتفاع الأسعار نتيجتها توفير 100 مليون جنيه السنة دي. احنا الحقيقة عايزين 150 مليون جنيه نوفر. نوفر 150 مليون جنيه ونعمل توازن اقتصادي. نمنع السوق السوداء ونمنع ارتفاع الاسعار العفوي اللي ماشي بالكلام ده ونخلي الفلوس على قد السلع. اذا كانت الفلوس اللي في البلد اكتر من السلع يبقى على طول السلع هتختفي ويبقى فيه سوق سوداء وغلاء. اذا كانت الفلوس قد السلع، ودي حلها ازاي؟ اذا كانت السلع قليله استورد. طب اذا كان ما عنديش فلوس استورد يبقى لازم امتص الفلوس. في نفس الوقت عندي عجز في ميزان المدفوعات 60 مليون جنيه مديون، يعني لازم ادفع 60 مليون جنيه او اذا ما دفعتهمش يبقى المصانع بتاعتي هتقف، اللي هي عايزه 141 مليون جنيه جزء منها في 60 مليون جنيه. الاستهلاك خليني مش قادر ابدا اوازن ميزان المدفوعات. اذا لم يكن هناك مفر من اجل التوازن الاقتصادي ومن اجل ان احنا ما ندخلش في مشاكل اكتر السنه الجايه من اتخاذ هذه الخطوه. الجزء الاكبر منها ضغط انفاق حكومي. بعد كده رسوم على سلع كماليه. السياره والثلاجه والتلفزيون واجهزه تكييف الهواء. بتقول لي لا دي مش كماليه، بقول لك لو انا ازود انتاجها عن الطلب تبقى مش كماليه. لكن الطلب النهاردة أكتر، ما عنديش إنتاج هجيب لك منين؟ ما لازم هستورد لك. السيارات 40% عملة صعبة، التلفزيون 30% عملة صعبة، بقية التلاجات فيها جزء عملة صعبة، لسه ما صنعتش الحاجات دي بالكامل. إذا كل ما يزيد الطلب إذا أنا علي أدفع عملة صعبة عشان أستورد الأجزاء اللي بشتريها بالعملة الصعبة. بعد كده اتعملت ضرائب على الشرائح العالية، ثم زيادات في بعض الأسعار في الحاجات الضرورية. ولكن احنا زودنا في السكر قرشين الحر،
سكر التموين ما زادش، اللي زاد السكر خارج البطاقة. الأدوية احنا خفضنا من 3 سنين الأدوية 25%، ولكن في الفترة اللي فاتت دي زودنا بعض الأدوية بنسبة 10% وهي الأدوية الكمالية زي الفيتامينات. هتقول لي ليه؟ تعرفوا كنا بنستهلك في أول الثورة أدوية بستة مليون جنيه، عارفين السنة دي مستهلكين أدوية بكام؟ 31 مليون جنيه. بعد ما خفضنا 25% 31 مليون جنيه، من 6 مليون ل 31. النص في المية كان بيتعالج والباقي ما كانش بيتعالج. النص في المية ومحاسبهم اللي بيشتغلوا معاهم بيتعالجوا والباقي ما بيتعالجش. مجتمع المية في المية النهاردة احنا لسه لم نحققه كاملا، لكن بيتعالج، بياخدوا الدواء. اللي كان ما بيشوفش الدواء لا يعرفش عنه، بيشوف. نستهلك النهاردة دواء بواحد وتلاتين مليون جنيه. زادت اسعار بعض الاقمشة، ولكن الاقمشة الشعبية ما زادتش باكتر من قرش واحد للمتر، اللي قل من 20 قرش. انا كنت اتمنى الا تزيد الاسعار مليم واحد، ولكن كنت اتمنى زي ما قلت الرئيس الوزارة ان نرجع لاسعار سنة 61، ده اللي انا كنت عايزه وبتمناه، ولكن ده مستحيل، لم يمكن. واذا كنا مشينا بدون الاجراءات اللي حصلنا فيها دي كنا دخلنا في خلل اقتصادي وعدم توازن اقتصادي، واتلخبطت كل الامور، والمصانع وقفت اللي مفروض نستورد لها خامات وسلع وسيطة من الخارج. ومع ذلك بقول لكم ان زيادة الاسعار عالمية، ونترك العالم كله ونبص حوالينا، وحوالينا محدش بيتحمل اعباء تنمية وما عندهمش زيادة السكان عندنا، وبنقارن الأسعار بيننا وبينهم بنجد إن إحنا برضو لازلنا بلد رخيص، وبالنسبة أيضا لبلاد العالم نعتبر من أرخص البلاد، ما زلنا من أرخص بلاد العالم. بقول لكم كان ممكن الحل بقى إيه؟ الحل إذا كنت ما عملت زيادة أسعار قدامي حاجتين، يا يعني ما أعملش مشاريع وما شغلش حد وجمد العلاوات وارفض الزيادة عن العمل، يبقى عندي عاطلين وبرجع لمجتمع واقف فاشل الى اخره. يعني نصبح دولة من العاطلين، ده الحل البديل. يا كنا نرفع الاسعار يا نعمل كده. الاسلم ان احنا نرفع الاسعار، ورفع الاسعار هو ضريبة بنتعامل كلها. بيبعتوا لي جوابات بيقولوا لي ليه تاخد مننا ما تاخد من الكبار، مفيش فايده. المجتمع اختلف، احنا زودنا فعلا الفارق بين الطبقات. طب تعرفوا احنا عاملين الشرايح على الدخول العاليه ما تجيبش حاجه، تجيب كام؟ تجيب 200 ألف جنيه، مفيش. يعني كان زمان لو نعمل ايام حكم الطبقه لو نعمل ضرائب بهذا الشكل كانت تجيب، النهارده ما تجيبش. اللي بقوله النهارده ان احنا نستطيع ان احنا نطلب ضمانات الا يتحول ارتفاع اسعار بعض السلع الى دوام تضر كل السلع وتخلق موجه عامه من الغلاء. وده رئيس الحكومة تعهد بيه قدام مجلس الأمة، وعنده تفويض إن أي محل يرفع الأسعار في أي صنف غير الأصناف اللي صدرت بيها هذه الإجراءات بيستولي عليه ويقفله، علشان ما استغلوناش تجار السوق السوداء. الشيء الثاني، نوجه كل شيء للاستثمار وأن نضاعف جهود الإنتاج لانطلاقة أكبر، مثل هذه الضمانة بيطلبها الشعب والناس بتطلبها. في ناس طبعا عليهم بيبعتوا لي جوابات كتير،
يعني بيقولوا فاهمين كل حاجة، بس بيقول لك مفيش داعي ان يكون في دوامة في ارتفاع الأسعار، الحكومة بتضرب على المستغلين، السوق السوداء إلى آخر الكلام ده، كل ده بننظمه. قد يكون في سوق في التوزيع وسوق في العملية دي، كل ده بنراجعه النهاردة، وكل ده ممكن ننظمه. وهذه الضمانات لابد ان مجتمع 100% يطلبها، لأنها ضمانات ضرورية، لضمانات أساسية. مجتمع 100% مطالب أمام نفسه وأمام الأجيال القادمة وأمام أمته بأن يعمل لكي يحقق الأهداف الكبرى التي حمل أمانتها ومسؤوليتها. عايزين نضاعف الدخل القومي في 10 سنوات، عايزين نضاعف الإنتاج. الإنتاج كان عندنا سنة 1952 1800 مليون جنيه، سنة 64-65 3474 مليون جنيه بالأسعار الثابتة أسعار سنة 59. عايزين في السنة الأولى من الخطة الثانية ان احنا نرفع الادخار من 15% من الدخل القومي الى 17 أو 18%. عايزين في السنة الخامسة في الخطة ان احنا نرفع الادخار الى 25% عشان تخلقوا مجتمع قوى الشعب العاملة. امامنا الى سنة 70 بمشيئة الله موعد اتمام خطة مضاعفة الدخل القومي. سنوات من العمل، ما قدمناش غير العمل في بلدنا. بنعمل زراعة وبنعمل صناعة وبنعمل كهرباء وبنعمل تنمية في جميع الميادين. نعمل خدمات ونطور الخدمات ونوفر التعليم لكل الناس ونرفع على المستوى. بندعم السلطة السياسية لقوى الشعب العامل. بنعمل في كل محافظة وفي كل قرية وفي كل مدينة. كل مكان في مصر يجب أن ينبض بالنشاط، هو ده رأس مالنا الأساسي، العمل العمل العمل. بورسعيد أنتوا في المرحلة الجاية ليكوا دور خاص، وهو إنجاح مشروع الميناء الحر. ومش معنى هذا إن احنا هنطلع بورسعيد بره المجتمع الاشتراكي زي ما طلعت بعض منشورات هنا واتقالت بهذا الشكل من مدة، أبدا. احنا بلد اشتراكي، بنمشي الاشتراكية وفق ما يناسبنا، وزي ما قلت مفيش بابوية في الاشتراكية. نقضي على استغلال الإنسان للإنسان، ولكن كل شيء نكسب منه للشعب مش لفرد أو لأفراد بنعمله. هو ده المجتمع الاشتراكي كما نفهمه. مفيش حاجات أبدا محددة، اللي بيناسبنا بنعمله واحنا ماشيين في قطاع عام وفي قطاع خاص. ومش معقول احنا هنيجي في القطاع الخاص ونأمن مثلا الحلاقين ولا الجزمجية ولا الترزية ولا الأبدا، ده موضوع مش موجود في الميثاق ومش ممكن يحصل مجتمع. ودي الاشتراكية زي ما احنا فاهمينها وزي ما يفرصنا. ومش معقول هنأمن الدكاكين، هنسيب الدكاكين ولكن هنزود الجمعيات التعاونية، قد تكون فيها مشاكل ولكن بنحل هذه المشاكل. بنمشي في الاشتراكية بتاعتنا زي مصلحتنا وزي النتائج الكويسة اللي بتعود علينا منها. في ناس قالوا ان الميناء الحرة ده يتنافى مع الاشتراكية، بقول ابدا، اي حاجة نكسب منها هي اشتراكية طالما ما فيش استغلال انسان للانسان. أيها الإخوة، أنا واثق إن الشعب بتاعنا سيتحمل مصاعب المرحلة القادمة. برضو بقول إن إحنا ما بنضحيش. أما إحنا قلنا في الميثاق إن إحنا مش عايزين نضحي جيل من أجل أجيال مستقبلة، كنا نقصد حاجات كتيرة قوي ما حصلتش هنا أبدا أبدا. إحنا ما بنضحيش، بالعكس إحنا بنحاول بأسرع ما يمكن نخلق مجتمع 100%. ادينا فرص العمالة، قللنا ساعات العمل، شاركنا العمال، وزعنا الأرض،
شاركنا العمال في مجالس الإدارة، وزعنا الأرض إلى آخره، وهدفنا أن ندعم فعلا المبادئ اللي قامت عليها هذه الثورة، اللي قالها الميثاق، إقامة مجتمع حر، إقامة مجتمع قوي، وسبلنا في هذا العمل. وأنا على ثقة أن الشعب المصري في كل مكان سوف يحقق مهام المرحلة المقبلة في كل ناحية من النواحي. يعني في شكوى من أن العمال بيغيبوا، أنا بقول أن العامل اللي بيغيب بدون عذر بيخون كل العمل اللي احنا بنعمل من أجله، والقروش اللي احنا بنلمها من بعض وبنملي بيها بنبني بيها بلد، وبعدين بعد كده بناخد إجراءات بنعدل على طول، ونقول إن العامل اللي غيب كذا يوم يترفد. إذا ما كانش فيه شعور بالواجب قصد الشعور بالحق، ده لا يمثل العمال كعامل ولكنه يمثل عضو فعلا مريض في المجتمع. طبعا لازم تزيد الإنتاجية عشان تزيد السلع عشان نقدر نواجه الاستهلاك. مين اللي بيقوم بهذا؟ العمال والإدارة. واثق ان الشعب سوف يحمل العبء الكبير، وحنبني ان شاء الله في سنة 70 نضاعف الدخل القومي، ونفتخر في العالم كله ونقول دينا ضعفنا الدخل القومي في 10 سنوات زي ما قلنا ان شاء الله بالقروش اللي بنلمها والفلوس اللي هي القرشين بتوع السكر والقرش بتاع القماش والكلام ده، بوجد فرصة عمل لأولادك وفرصة عمل لإخواتك كل هيتخرج من الجامعة، وبديك فرصة بتودي ابنك الجامعة مجانا مهما كنت عامل ما انتش عامل، ابنك بيقدر يروح الجامعة. وأنا أعرف ناس فعلا ما كانش يحلم ان ابنه يروح الجامعة، عندهم أولاد النهاردة دكاترة وكذا، ونفخر لأن دول أبناء مجتمع 100% مش مجتمع النصف المية. فاضل حاجة بسيطة، احنا زي ما قلنا شعب ما عندناش موارد كبيرة، ولكن شعب عندنا مبادئ كبيرة، ومن اجل هذه المبادئ رحنا اليمن، وقمنا في اليمن بواجبنا كما نشعر به، نصرة المبادئ. قمنا في اليمن بواجبنا العربي، ونحاول الآن أن نحل المشاكل بسلام. كل أسف مؤتمر حرب ما وصلش إلى حل، إذن لازم إحنا نسابر حتى نستطيع أن نصل إلى حل وفقا لاتفاقية جد، وده اللي احنا هنعمله النهاردة. سامع في راديو لندن الصبح الساعة 7 تصريح من بيقولوا صرح الملكيين انهم هيقتلوا الجمهوريين بعد شهر، والله اذا ابتدوا هنضربوا ببساطة، يعني مفيش كلام تاني. ولكن احنا بنقول عايزين السلام وعايزين نحل المشاكل بسلام، ودي مبادئنا. بعدين برضو بنقول ان احنا ناس ما عندناش موارد كبيرة ولكن عندنا مبادئ كبيرة، ومن اجل هذا قطعنا علاقتنا في الاسبوع اللي فات مع انجلترا وفقا لقرارات مؤتمر القمة الافريقي اللي قطعوا علاقتهم 9 دول، احنا احد، وده واجبنا. واجبنا لا يمكن ان احنا نتردد فيه باي حال من الاحوال. من اجل فلسطين احنا بنعمل وبنبني جيشنا، ومن اجل فلسطين احنا اتفقنا على وحدة العمل العربي، من اجل فلسطين النهاردة الدول العربية بتتسلح، وربنا يهدي الدول العربية كلها علشان فعلا نستطيع ان احنا نحرر فلسطين كما يتمنى الشعب العربي والأمة العربية في كل مكان. ومعركتنا مع الاستعمار
ومع الصهيونية معركة كبيرة، و أمامنا واجبات ضخمة في الداخل وواجبات ضخمة في الخارج، ولا تستطيع الحكومة ولا أستطيع أن نقوم بهذه الأعباء إلا بتعبئة جهود هذا الشعب الطيب، هذا الشعب العظيم. والله يوفقكم جميعا، والسلام عليكم.